مرة على الكرسي، على الكرسي تفضل. تسلم، جزاك الله خير. صور براحتك، خذ تليفونك. استنى شوي. حاضر، تفضل. ماشي، مش مشكلة، فتحان ما شغال. احنا زي ما تحب. الاخوات لو يحبوا يطلعوا في المتسع اللي برا ده يتفضلوا عادي. تحت القبة الخلفية، يعني الاخوات لو يحبوا يطلعوا تحت القبة الخلفية يتفضلوا، وممكن خلوا الشباب يحضروا كراسي من تحت، كراسي كتير موجودة تحت ان شاء الله. الاخوات لو حبوا يطلعوا يسمعوا برا مفيش مشاكل، يتفضلوا يطلعوا معي. تفضل، الله يخليك ابو عمر، جزاك الله خير. احنا احتراما لوقت حضراتكم، عشان الوقت صلوا. لا طب شيخنا، انت تقعد هنا احسن. تفضل استريح. عارف اللي بيوصل مش بيوصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب المقام المحمود وصاحب الشفاعة. اللهم أوردنا حوضه، واسقنا بيده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها حتى ندخل الجنة، واجعلنا من حزبه المفلحين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، واجعل افتراقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك وأنت العظيم وأنت الكريم أن تحرم كل هذه الوجوه على النار، واكتبنا جميعا وأحبابنا وزوجاتنا وأقربائنا وأصحابنا جميعا من عتقائك من النار ومن المقبولين بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفث هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، ووسع على عبادك الصالحين، فك أسر المأسورين، أحسن خلاص المسجونين، انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اجعلنا في هذا البلد آمنين مطمئنين. اللهم اجعلنا في هذا البلد آمنين مطمئنين. اللهم من أرادنا في هذا البلد بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا بسوء فإنا نجعلك في نحره، ارزقنا خيره واكفنا شره بكرمك وجودك أكرم الأكرمين. اجعل هذا البلد لأولادنا وللناس أجمعين سخاء رخاء، وسائر بلادنا أجمعين بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم في هذه الذكرى العطرة، ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأهلا ومرحبا بكم في اجتماعكم الدوري الشهري في الليلة الإيمانية في الاعتكاف الشهري في تجمع الجالية في الكوميونيتي داي. قدمتم أهلا وحللتم سهلا وجئتم مرحبا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير، وأن لا يفرق بيننا إلا بالخير، وأن يجعلنا دائما على الخير مجتمعين. اللهم أمين، اللهم أمين. باسمكم جميعا نرحب بالأخ الحبيب والشاب القارئ والشيخ الجليل ابن شيخنا الكبير فضيلة الشيخ عمر. هو صغير لكن هو الشيخ عمر. القرآن يشيخ، والقرآن يرفع قدر الناس، والقرآن يرفع قدر الصغار يكبرهم. شيخنا الجليل فضيلة الشيخ عمر ابن شيخنا الكبير فضيلة الشيخ حسن صالح. فقدمت سهلا شيخنا وحللت أهلا وجئت مرحبا، أسأل أن يطلق لسانك بالحق إن شاء الله رب العالمين. خير بداية لهذه الليلة المباركة القرآن الكريم. احنا معنا القرآن الكريم وفقرة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفقرة عن المسجد الأقصى، وبينهما أنشودة لشيخنا الحبيب، وبعد ذلك بننزل تحت تاني نتناول الفروتس ويعني الديزيرت إن شاء الله أفطر ده إن شاء الله رب العالمين. طبعا إحنا عندنا صلاة ركعتين
والدعاء بصوت شيخنا الجميل إن شاء الله. الآن خير وبداية القرآن الكريم مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ عمر صالح إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقنا
خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. تكبير تكبير. أحسن الله إليك حبيبي. شكر الله لأخينا الحبيب وابننا البار الفاضل فضيلة الشيخ عمر صالح. أسأل الله أن تكون هذه الآيات في ميزان حسناتك وحسنات والديك وفي حسنات يعني في ميزان كل من سمعها إن شاء الله رب العالمين. صلى الله نجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. هذا هو القرآن يا إخوة، هذا هو القرآن كتاب الله تبارك وتعالى، هذا هو معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الليلة المباركة ونحن نتحدث عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يحار الإنسان كيف يتحدث. تتحدث عن أفضل شخصية في تاريخ البشرية، تتحدث عن أطهر البشر وأحسن الخلق وحبيب الحق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل نطفة، أفضل طفل، وأفضل رسول صلى الله عليه وسلم. كيف يمكنك أن تتحدث عنه بأبي هو وأمي يا شيخ؟ جزاك الله خير. فكيف تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن هذه المكانة الكبيرة؟ إننا نسبح حول شاطئ البحر الكبير
اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربه تبارك وتعالى رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والحقيقة أبدأ يعني خاطرتي أو أبدأ حديثي في هذه الليلة، ولا أحب أن أطيل كعادتي، بسؤال أطرحه على نفسي وعلى إخواني، أقول: ماذا لو لم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا لو لم يبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال يحتاج إلى إجابة من كل واحد منا، كل أخت وكل أخ وكل شاب وكل كبير وصغير يفكر في هذا السؤال: ماذا لو لم يبعث؟ لأن الرسول بعث، نحن الآن في المسجد ونستمع إلى القرآن ونصلي ونحمد الله ونسمي قبل الأكل ونذكر الله عند النوم ويسلم بعضنا على بعض ونصل الأرحام ونغض البصر عن المحرمات وتكف أيدينا فلا تأخذ الحرام ولا تأكل الحرام. من الذي علمنا هذا؟ صلى الله عليه وسلم. ونبر الوالدين ونحسن تربية أولادنا ونخرج الصدقات للفقراء والمساكين ويحترم الصغير الكبير ويعطف الكبير على الصغير ويقدر بعضنا بعضا. من الذي علمنا هذا؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نبتعد عن الغيبة وعن النميمة، نحن نكره الخصام، نحن نكره التقاطع والشحناء والبغضاء والحقد والحسد. من الذي علمنا هذا؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. سؤالي يا إخوة لنفسي والإخواني: ماذا لو لم يبعث رسول الله؟ نحن نعبد الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم تكن له صاحبة ولا ولد، وغيرنا يعبد إله واثنين وثلاثة، وغيرنا يعبد الحجر، وغيرنا يعبد الشمس والقمر، وغيرنا يعبد الشجر، ونحن نعبد الله تبارك وتعالى. من الذي علمنا هذا؟ هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كنا في ضلالة فهدانا الله به، وكنا في ظلمات فاستنارت حياتنا به، وكنا في شقاء فأسعدنا الله به. من الذي جاء بهذا؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال يا إخوة: ماذا كان يحدث لو لم يبعث رسول الله؟ أنتم محسودون على هذه النعمة، أمتنا أمة محسودة، هناك من يغبطنا ويحسدنا على بعثة الرسول منا. الله يقول في كتابه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ بنو إسرائيل وأهل الكتاب كانوا يحسدون هذه الأمة. عارف بيحسدون ليه؟ لأن الله ابتعث منا محمدا صلى الله عليه وسلم. أنتم بتحسدون على رسول واحد اللي خرج من أمة العرب من بعد إسماعيل، تحسدون على رسول وكان منهم عشرات الآلاف من الرسل. أنا أدرك الرقم جيدا، عشرات الآلاف. الأنبياء والرسل كما قال ابن كثير في كتابه السيرة النبوية أو كتاب البداية والنهاية، قال عدد الأنبياء والرسل 124,000 نبي ورسول، 124 نبي ورسول، معظمهم في بني إسرائيل. يعني احسب لك كده 70-80 ألف 90 ألف رسول في بني إسرائيل، وزعلانين عشان مننا احنا ايه؟ رسول واحد. فالله يقول في كتابه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم يحسدونكم على ثلاث، بيحسدون على ثلاث أشياء: على يوم الجمعة الذي رزقكم الله به وضلوا عنه، وعلى القبلة، القبلة اللي احنا بنصلي لها التي رزقتم بها وضلوا عنها، وعلى قولكم خلف الإمام آمين.
من أعظم النعم نعمة الإيه؟ يوم الجمعة والقبلة وقولنا آمين. وأفضل النعم كلها يا إخوة هي بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. من الله منا، إيه المنة اللي ربنا بمن بها علينا؟ إذ بعث فيهم رسولا إيه؟ من أنفسهم، وفي قراءة من أنفسهم، يعني من أحسنهم ومن أعراقهم ومن أأصلهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم. عارف يعني إيه يزكيهم؟ إيه يزكيهم؟ طب يتلو الآيات عرفناه، ويعلمهم الكتاب والحكمة عرفناها، لكن إيه يزكي دي؟ يعني إيه يزكي؟ يزكي يعني يمسك نفسك دي يطهرها وينظفها inside و outside، يظبطك، يطلع من قلبك الحقد والغل والحسد والقطيعة والشحناء والغيبة. في إنسان تلقيه من جوه هنا مظلم، النبي يقول لك لا 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 ما ينفعش معانا، احنا ناخدك نعمل لك عملية تنظيف. ليه بيعمل لي عملية تنظيف؟ لأنه هو نفسه قبل أن يكون رسولا اتعمل له عملية ايه؟ عملية تنظيف. ألم نشرح لك ايه؟ صدرك ووضعنا عنك وزرك، وزرك كان ثقيل، أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. شرح الله صدره ليشرح به صدورنا، خد بالك، شرح الله صدره ليشرح به ايه؟ صدورنا. سيدنا الشيخ الغزالي بيقول كلمة جميلة جدا، اسمعوه. الشيخ الغزالي يقول رحمة الله عليه: إن الله ربى محمدا بيده، ربنا ربى محمد بإيه؟ بإيده. ألم يقل إلا الله في القرآن لسيدنا موسى: ولتصنع على إيه؟ على عيني، مش كده؟ وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: فسبح بحمد ربك فإنك بإيه؟ بأعيننا، بأعيننا. صنع النبي على عيني الله سبحانه وتعالى. إن الله ربى محمدا ليربي به العرب. شو القلب نفسه؟ أدبني ربي فيه فأحسن تأديبي. إن الله ربى محمدا ليربي به العرب، لأنه بعث في العرب، ورب العرب بمحمد ليربي بهم الناس أجمعين، عشان العرب يكونوا صفراء ينقلوا الإيه؟ الرسالة. إن الله ربى محمدا ليربي به العرب، ورب العرب ليربي بهم الناس أجمعين، كيف لا وهو القائل: وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم، ها، وتكونوا ايه؟ شهداء على الناس، وتكونوا شهداء على الناس. بعث الرسول منا وهذه نعمة. ما زال سؤالي مطروحا: ماذا لو لم يبعث رسول الله؟ القطيعة والشحناء والبغضاء والنفاق، وهذا يعبد صنما. أرقى العقول الآن في التكنولوجيا في الهنود، جماعة بتوع إنديا، وصلوا في التقدم التكنولوجي دلوقتي في الكمبيوترات والأيباد وبتاع، كلوا أمريكا وكلوا الصين وكلوا العالم كله. أرخص الناس عمالة سعرا وأرقاهم عقلا الهنود، وبقوا ما شاء الله بروفيسور عالي جدا في التفكير. ولما يخلص الصناعة والشغل بتاعه والتمام ويخلص كل حاجة، روح بالليل عاوز يصلي، يعمل ايه؟ يدخل الزريبة. عارفين الزريبة يعني؟ الزريبة المكان بتاع المواشي، لغة عربية فصحى. ويدخل تحت البقرة بتاعته ويقعد يتمسح كده في الروس بتاعها، والمكان ما بتتبول بتتروس، هي ده، هو ده الإله بتاعه. يا سلام، العقلية اللي صنعت هذا الصنع وارتقت هذا الرقي، لما يروح عشان يسجد ويتعبد، يسجد لبقرة، نعم، يعبد بقرة. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، وكفى بالإسلام نعمة. بعث فيك رسول الله لكي تعبد الله وحده ولا تعبد إلها آخر، ولذلك أفضل نعمة وأعظم نعمة إن أنت مسلم. ومن الذي هداك لهذه النعمة؟ إنه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لو لم يبعث لكنا في ضلالة، ولو لم يبعث لكنا في شقاء، لكن من الله علينا كان سببا في إنقاذنا من الظلمات إلى النور، ودي أفضل نعمة. ماذا تريد أفضل من أن يكون النبي سببا في إخراجك من النار إلى الجنة، من النار إلى الجنة، ومن الظلمات إلى النور؟ ألف لام را:
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. النبي يا إخوة كان هو البلسم لهذه الجراحات. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو النور اللي استضاءت به هذه البشرية. لذلك من أراد أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة فليكن مع الرسول في الدنيا. عاوز تكون مع النبي في الآخرة؟ كن مع النبي في الدنيا. إزاي تكون مع النبي في الدنيا؟ تعيش سنته. تعرفين الليلة اللي حضرتكم مجمعين فيها دي؟ لما يكون عندك هدف وانت جالس كده انت فعلا بتحب النبي. حب النبي عبادة. حب النبي عبادة من أرقى العبادات. الحب ده شغل قلبي، حاجة في القلب. انك تحب النبي بقلبك ترتقي بها في الجنة أعلى الدرجات. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن سيدنا ثوبان، فاكرين لما ثوبان راح للنبي وقال يا رسول الله، لا ثوبان بيبكي، قال ما يبكيك يا ثوبان، بتبكي ليه؟ قال يا رسول الله تذكرت الآخرة يوم القيامة كده وأنت إن شاء الله في الفردوس الأعلى. طبعا النبي في الفردوس الأعلى، وأنا ثوبان بيقول وأنا إن من الله علي بالجنة ففي الدرجات الدنيا، يعني حنكون تحت شوية كده بس مش في الفردوس الأعلى، وأنا أشتاق إلى رؤياك، فكيف أطيق، كيف أطيق أن أكون في الجنة ولا أراك؟ إزاي أكون في الجنة ولا أراك يا رسول الله؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ثوبان أبشر، فإن المرء يحشر مع من أحب. أنت بتحب النبي؟ قال نعم. قال المرء يحشر مع من أحب. يا إخوانا لما قلت في خطبة الجمعة واحد من الناس بيسأل الشيخ بيقول له حدثنا عن الجنة، كلمنا عن الجنة، ماذا في الجنة؟ اتكلم عن الجنة وأنهار الجنة ونساء الجنة وشراب الجنة ومتع الجنة، حببنا في الجنة. ماذا قال الشيخ؟ قال في الجنة رسول الله محمد. قال له انت عاوز الجنة؟ قال له فيها رسول الله. قال يكفيني هذا. خلاص يكفيك. ده انت لما بتكون رايح مشوار، الإخوة اللي بروحوا الحج بروحوا رحلات الحج يقول لك المسجد الفلاني في رحلة طالعين للحج ومعهم الشيخ رضا او مش عارف الشيخ موسى ولا اي حد من المشايخ المحترمين، انا عايز اروح مع المسجد الفلاني مع الشيخ ده، بتبقى رحله جميله جدا، والشيخ بيقول حاجات، الشيخ حسن بيعمل ابتهالات، الشيخ مش عارف مين بيقرا قران، بيحبوا الرحله عشان رايحين مع الشيخ. ما لما تكون رايح مع سيد الشيخ وتاج راس الشيخ والنبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون السعاده؟ ولذلك قلت سابقا الاعرابي البسيط الذي جاء من الصحراء لا يعرف ثقافة ولا حضارة ولا تكنولوجيا ولا يعرف شيء، راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، قال نعم، قال هل إذا دخلت الجنة أراك؟ أنا لما أروح الجنة حنكون معاك. طبعا مش كلنا مع النبي، ربنا يجعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أمين يا رب العالمين. فالرجل بيسأل النبي بيقول له من الآخر كده أنا إذا دخلت الجنة أراك؟ حنشوف نكون معاك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أخ العرب ليس كل من يدخل الجنة يراني. مش كل يدخل الجنة إيه؟ شوف لأن الجنة درجات، كل واحد حسب عمله. فالأعرابي أشاح بيده عمل كده ومشي. فنبي قال له يا عم تعالى بس نتفاهم، إيه اللي مزعلك؟ قال لا خير في جنة لا أراك فيها. الجنة اللي أنت مش فيها يبقى مش إيه؟ مش جنة. المثل البلدي بتاعنا يقول لك الجنة من غير ناس ما تنداس. طب فكيف تكون الجنة من غير سيد الناس صلى الله عليه وسلم؟ احنا محتاجين النبي صلوات الله وسلامه عليه. لما تجتمع الليلة ونحب النبي، لازم نحب النبي بقلوبنا، نحبه بقلوبنا ونحبب أولادنا في النبي صلى الله عليه وسلم. هو علمنا كده في حديث الطبراني أدبوا أولادكم على ثلاثة خصال، أدبوا أولادكم على ثلاثة خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وقراءة القرآن. خلي أولادكم يحبوا النبي، قل له أنه سيد البشرية ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق وأصدق الخلق والشافع. علموا أولادنا يا جماعة أن المثل الأعلى، المثل الأعلى والقدوة هو رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. علموا بناتكم
أنها تحب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لو جد هذه الأمة، جد يعني سيد هذه الأمة، من الله علينا بابتعاث الرسول منا، وأنعم على هذه الأمة ببعثة خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان رحمة مهداة، هو الرحمة وهو النعمة وهو السراج المنير الذي خفف عن هذه الأمة أثقالها، فجاءنا بالتيسير وجاءنا بالتبشير، واختار لنا الخير واختار لنا الإسلام دينا صلى الله عليه وسلم. حمد الله، وأنا بنختم كلمتي في دقائق، حمد الله أن كنتم من أمة التيسير، أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وعلى من أراد أن يقتدي بالنبي ومن أراد أن يسير على طريق النبي أن ييسر على هذه الأمة وأن لا يشدد عليها. لا تشددوا على أولادكم ولا تقولوا حرام وحرام وحرام، فإن دائرة الحلال في دين الله أوسع ودائرة الحرام صغيرة. قد فصل لكم ما حرم عليكم ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. من أين أتينا بهذا؟ من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. سيرته عطرة وذكره يطيب القلوب، والحديث عنه لا يمل منه المتحدثون، لكننا فقط نذكر بهذه الذكرى الطيبة، ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع. يكفينا فخرا به أنه يشفع لنا يوم القيامة، ويشفع لكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختم بهذا الحديث العظيم الجليل الحبيب إلى قلبي، وأتمنى أن تسمعوه بقلوبكم. سجد النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة ذات يوم وبكى، سجد عند الكعبة وبكى، فلما يبكي النبي دموع النبي بتكون غالية وغالية على ربنا سبحانه وتعالى، فأرسل الله جبريل: يا جبريل انزل إلى الأرض وسل محمدا ما يبكي. اسأل النبي لماذا يبكي. بنقول لك كده عشان تحب النبي، عشان الشباب المحترم اللي قاعد والبنات يحبوا النبي ويسمعوا كلام النبي ويمشوا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان في الآخرة يا أختي تكوني معاه، وانت يا أخويا تكون مع حبيبك النبي أحسن من الكل. هذا الفوز العظيم. ينزل سيدنا جبريل ويروح للنبي عند الكعبة، يقول: يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول ما يبكيك. النبي ساجد وبيبكي، قال: أبكي خوفا على أمتي. خايف، اللهم صلي عليه. قال: خوفا على أمتي. فرجع جبريل وقال لربه يبكي خوفا على أمته، قال: اذهب وقل لمحمد إن الله لن يخزيك في أمتك ولن يسوءك أبدا. إن الله لن يخزيك في أمتك، مش حيزعلك ولن يسوءك أبدا، فارفع رأسك من السجود. فقال النبي: والله لن أرفع رأسي من السجود حتى ينزل هذا الكلام في القرآن مكتوبا. أنا عاوز الكلام ده مكتوب في القرآن. ليه؟ قال له: عشان أمتي تشوف، أمتي تصدق، ويكون برهان موجود. فصعد جبريل ثم نزل بقول الله تبارك وتعالى من سورة التحريم: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. كل الأنبياء يوم القيامة يقولون: نفسي نفسي، إلا رسولكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي أمتي. يقول الله تبارك وتعالى: يا محمد كل يقول نفسي نفسي، وأنت تقول أمتي أمتي. يا محمد جعلت القيامة بيني وبينك نصفين، يوم القيامة بيني وبينك، حديث صحيح، جعلت القيامة بيني وبينك نصفين، أنت تقول أمتي أمتي وأنا أقول رحمتي رحمتي. اللهم ارزقنا رحمتك يا رب العالمين. أفضل نعمة بعثة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه، واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، والحقنا به في الفردوس الأعلى غير مبدلين ولا خزايا. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. تقبل منا واقبلنا، وعافنا واعف عنا، واجعلنا دائما على الخير مجتمعين. زدنا ولا تنقصنا بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. معنا يعني فاصل، أنشودة رقيقة يعني في ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم من حبيبنا أخونا عمر صالح إن شاء الله رب العالمين. نستمع إليها ونحاول نردد مع أخونا يعني في هذه النشيد الجميل إن شاء الله، وبعدها في فقرة
لأخونا أخونا الأخ محمد والإخوة الموجودين معه بعد هذه الفقرة إن شاء الله. فالإخوة يستعدوا يكونوا موجودين إن شاء الله رب العالمين. تفضل يا سيدي. الله 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 على نور رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. الله على نور رسول الله. طه ده نور على نور حب فرح وسرور. طه ده نور على نور حب فرح وسرور. ويا رب يا رب نزور سيدنا رسول الله. الله الله على نور رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. طهد في المعنى حب مجمعنا. طهد في المعنى حب مجمعنا. يلي تهينا معنا حي رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. ألف صلاة عزين على طه نور العين. ألف صلاة عزين على طه نور العين. يجمعنا في الدارين بشفعته عند الله. الله 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 على نور رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. تكبير تكبير تكبير. جزاك الله خير. اعتقدوا كمان حاجة؟ سمعوا كمان حاجة؟ عاوز تسمعوني أنا؟ فلو تسمعوني أنا بقول تفضل حبيبي قمر. طبعا نكرر مع شيخنا ونشيد قمر. ايه؟ هيقول قمر شيخنا إن شاء الله هذا نشيد. وبعدين فقرة أخونا محمد. أرجو أن أخونا محمد يستعد في الفقرة الثانية لو هو سامعني. الأخ محمد يكون جنبي هنا إن شاء الله. جزاك الله تفضل. وأجمل منك لم ترى قط عين. عليه الصلاة والسلام. وأطيب منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. قمر 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 سيدنا النبي قمر. وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. قمر 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 سيدنا النبي قمر. وجميل وجميل
وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل تكبير 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 جزاك الله خيرا أحسن الله إليك حبيبي وتقبل الله منك إن شاء الله رب العالمين رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خير العالمين وأفضل خلق الله وآخر رسل الله صلى الله عليه وسلم كان مشغولاً بقضايا أمته كان مشغولاً بقضايا الأمة وكان مشغولاً بقضايا المسلمين وكان مشغولاً بالمسجد الأقصى لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المسجد الأقصى أسيراً كان تحت الاحتلال فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطهر المسجد الأقصى فخرج صلى الله عليه وسلم وأخرج 3 غزوات كبيرة لتحرير المسجد الأقصى ولتطهيره ولاستعادته إلى أحضان الأمة الإسلامية في غزوة مؤتة وفي غزوة تبوك وقبل موته بأيام في بعث أسامة وقبل هذا وذاك في رحلة الإسراء والمعراج أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليؤكد على ملكية هذا المسجد وعلى انشغال النبي صلى الله عليه وسلم بقضايا الأمة الإسلامية وبالمسجد الأقصى الأسير الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كربه وأن يرزقنا صلاة في رحابه قبل الممات اللهم أمين يا رب العالمين مع فقرة أخيرة وبعدها إن شاء الله في عندنا فقرة الحلو والديزرت إن شاء الله مع فقرة مع أخونا الأخ محمد والإخوة الذين معه ليتحدثون معنا في قضية فلسطين وربطها بالواقع وما دورنا في المرحلة القادمة إن شاء الله رب العالمين تفضل أخويا فنستمع أخوانا مع أخوانا إن شاء الله 15-20 minutes وبعدها إن شاء الله نكمل جزاكم الله خير في هذه الليلة المباركة
ربنا جعلها في ميزان حسناتكم جميعا إن شاء الله رب العالمين يتقبل منكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. My name is Muhammad Habba. I'm going to be speaking in English. As I said, my name is Muhammad Habba. I come on behalf of an organization called American Muslims for Palestine. Us as Muslims, we celebrate and we remember our Prophet صلى الله عليه وسلم in the Mawlid. And when we do this, we do it to learn from the Prophet's life, to learn from his morals, to learn what he loved, what he did, so that we may be able to implement it within our lives. So I come to you guys with two things the Prophet loved and two of his morals. The first thing is justice. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam was one of the first people in his area who asked for justice. He didn't just ask for justice for the Arabs, he asked for justice for the slaves, for the women. He made sure to change the unjust society that he was in. That day, Saudi Arabia, in the area he was in, we all know it was full of jahiliyyah, full of ignorance. And the Prophet's job with Islam was to change that. There's a hadith of the Prophet where he says that many nations ruined themselves in the past as they only punished the poor and ignored the offenses of the exalted. By Allah, if Muhammad's daughter, Fatima, would have committed theft, her hand would have been severed. This is narrated in Sahih Bukhari. So we get from this hadith that the Prophet took justice whether it was against his own people, whether it was against his own family. My second point is that the Prophet had a special love for Palestine and he held it with great importance. As our Sheikh said, he sent three armies to go fight for the land. And within 15 years after his death, Palestine was freed. Many of us know that Umar ibn al-Khattab was the one who freed Palestine originally from the Byzantines. But many of us don't know that Palestine was one of the easiest countries for them to free. It was easy to free because it basically belonged to them. The people wanted to be part of the Muslim Ummah. The Christians within Palestine wanted to be part of the Muslim Ummah. Many of us know that when Umar ibn al-Khattab went in, we know the story of him walking and getting dirty and allowing his assistant to ride his horse, ride the donkey, while he walked. And he got dirty because of that. And because of that, it was a prophecy to the Christians that the person who would open it, the rightful person to open the city, would be dressed like that, would be dirty. After Umar ibn al-Khattab took the keys and everything, they made adhan. They made adhan in Masjid al-Aqsa. And the first person to make adhan from our ummah in Masjid al-Aqsa was Bilal ibn Rabah. This is how important Palestine was to them. That Umar ibn al-Khattab, the second Khalifa, who took over Khilafah at 2 years after the Prophet passed away, was the one to open it. This is how important the Prophet showed them Palestine was. One of the important points of it is that Palestine, Jerusalem, was the first of the two Qiblas. For over a year after the Prophet, went to Medina, they faced Jerusalem still. A second important point is that it was the second of the Masajid. Abi Dharr narrates that he asked the Prophet which Masjid was built first. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Masjid al-Haram. So he asked him, what was built second? And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Masjid al-Aqsa. And he asked him, how long was it between them? And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, 40 years. So there was 40 years between after they built the Kaaba and after they built Masjid al-Aqsa.
The third important point for us as Muslims to consider when we talk about Palestine is that it is the third of the Haramain. It is the third most holy place for us as Muslims. After Mecca and Medina, it is Jerusalem. The fourth important thing that I want us to take away from today is it is the place where the Prophet sallallahu alayhi wasallam traveled during the Al-Isra wal Mi'raj. When the Prophet went there, when the Prophet went on his great journey that many of us as kids we learn, he went to Palestine. One scholar that I heard who was talking about this said that this shows how important Palestine is in Islam. Because the Prophet sallallahu alayhi wasallam in his early days went there. He visited it because, by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. The fifth point is that it is the land of the Prophet, of the prophets. Many of us know that most of our prophets actually went to Palestine. And when the Prophet sallallahu alayhi wasallam went on Al-Isra' wal-Mi'raj, he prayed with them. He prayed with them all there. The sixth point is that it is the holy land. It's the blessed land. In numerous verses in the Quran, Allah refers to Palestine and Jerusalem as the holy land, as the land that we blessed. One of the most important that I see is that when Ibrahim alayhi salam said, "Inni dhahibun ila Rabbi sayahdin," he said, "I am going to my Lord." When he said that, he went to Palestine. He went to Jerusalem. So, you know, you guys might be wondering, why am I discussing these? Many of us might already know this. The problem is that we as Muslims have forgotten Palestine. We've forgotten this obligation that we have. Many of us know that there's an oppression going on today. But what have we done for it? Do we understand what's going on? I personally, a few weeks ago, I went and visited a Muslim school and I gave a khutbah on Palestine. And I mentioned what's going on with the Adhan ban that they're doing in Jerusalem to basically stop the Muslims from calling the Adhan in Masjid al-Aqsa. No one really knew. The majority of the students didn't know. So what does that mean about us? Us who do know. Have we told people? Have we spread the news? Us as Muslims must take this as something important to us because it's our obligation. Here we are tonight celebrating and remembering our Prophet sallallahu alayhi wasallam and his mawlid. What would he do if he was here now? We love our Prophet. We take everything he says important. But what would he do? And what should we do? We as Muslims must think of this every time we think of Palestine. And for action items for us to take away, the most important thing for us is we need to understand what's going on over there. Many of us know the Nakba, but we don't understand that the Nakba lasts until today. We understand that 750,000 Palestinians were moved out from their land, but do we understand that that number now, Palestinians outside of Palestine who can't go back, is 6 million? 6 million people who can't go back to their own land, a majority of them being Muslim. Do we understand that because of the Nakba, because of its how long it's lasted, over 1.5 million people have died, a majority of them being Muslims? That's our blood in the street. Many of us understand that, yes, 1948, the Nakba happened and people left and people died. But we don't understand that till now, people are still being moved out. People are still being oppressed. And it is up to us as Muslim Americans to stand up for this. It's up to us to stand up for this politically by being active and by speaking out. One last thing I urge all of you to do is, after being active and educating yourselves, is to understand and spread the word. You know, I understand what Palestine is. That's why I will go out and I will tell my friends. I will tell my family. I will tell people who don't know what's going on. So I ask Allah to free our Palestine, to free our Masjid al-Aqsa. I ask him to protect our oppressed wherever they may be, in Palestine, in Syria, in Burma, in Afghanistan, in Iraq, wherever they may be.
And I ask him to grant us all two rak'ahs in Masjid al-Aqsa. جزاكم الله خيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير أخي محمد بارك الله فيك فتح الله لك رب العالمين. يكون الإنسان سعيدا عندما يعني يكون الشباب هم طلائع العمل هم قيادات العمل يتحدثون يحملون قضايا أمتهم. أخونا محمد من الشباب الذي نشأ في هذا البلد وهو نموذج هم من سوف تكون لهم القيادة والريادة والمستقبل لهم جيل المتحدثين الكبار وجيل الشيوخ القدامى. هذا جيل يعني بركة وحلوين وكويسين لكن الحقيقة نحن نريد الشباب. فأخونا محمد وأخونا عمر والأخ الحبيب الآخر معهم جزاهم الله خير وتقبل الله منهم. هذه القضايا ينبغي أن نعيشها وينبغي أن نتحرك بها وأن نعرف قضايا أمتنا وفلسطين بالنسبة لنا قضية عقيدة. أخواني في دقيقتين إحنا عندنا عنصلي ركعتين وحننزل على طول الحلو لكن في هذا التجمع لا يفوتني أن أذكر إخواننا جميعاً أن نحن نجتمع كل شهر هذا التجمع every month first Saturday كل شهر السبت الأول الساعة 7:00 صلاة العشاء عندنا التجمع الجالية. من وجهة نظري أنا كإمام لهذا المسجد أو كخادم لهذا المسجد أو كعامل في هذا المسجد من وجهة نظري أن هذا التجمع هو أهم لقاء للمسجد تجمع الجالية. يا إخوة نحن عندنا أولاد وعندنا بنات نحن عندنا شباب عندنا زوجات نريد أن ننصهر جميعا في مكان واحد نريد أن نعيش جميعا داخل طبق واحد وداخل إناء واحد. نريد أن يعرف ابنك بنتي وأن يعرف ابني بنتك. إحنا الهدف من المسجد ليس مجرد الصلاة لا أنت ممكن تصلي في بيتك وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا لكن لما تحب تجوز بنتك مش هتجوزها في البيت لازم تطلع برا. بنتك لو فضلت في البيت بس مين هيعرفها؟ هيعرفها مايكل وجون وكولومبس واي حد تاني. انا عاوز بنتك اللي يعرفها احمد وعبد الله ومصطفى ومش عارف مين. مش مصطفى انت مصطفى تاني خدت بالك لانه في مصطفى تاني ده موضوع تاني. هقول لكم نكته بمناسبه مصطفى ده في نكته سريعه بمناسبه مصطفى ده بجد حصلت بجد يعني. لا مصطفى كنت انا في بروكلين وبعدين ولد اسمه مصطفى يعني فمصطفى عاوز يتجوز بنت أمريكية يعني فأبوه قال له مش ممكن يا مصطفى تاخد واحدة أمريكية مش مسلمة يمين شمال قال له والله ما تاخدها لازم خليها تسلم الأول. فقالت له مش مشكلة يا مصطفى ما نسلم يعني المشكلة عشان نتجوز يعني. فجيت أسلمت بالفعل الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وبقت مسلمة وقوم يتجوزوا. فبعد ما كتبنا الكتاب وخلصنا ففي نصايح الشيخ بيقولها لمين للاثنين يعني. فالشيخ بقى يعني يقولولها بص يا عروستنا يعني اولا مبروك الاسلام طبعا انت عارفة ان الاسلام ما فيهوش ايه ولا خمر ولا خنزير ولا بقى تسمعي الكلام الفاضي وتصلي وتصومي. قالت لا يا عم انا مش عاوز الاسلام ده انا عاوز الاسلام بتاع مصطفى. قالت لا اما مصطفى مسلم بس بيعمل الحاجات دي عادي يعني مصطفى مسلم وبيصليش مصطفى مسلم وبيسهر عادي خالص خد بالك. فاحنا مش عاوزين اسلام مصطفى احنا عاوزين اسلام النبي المصطفى صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. اللي انا عاوزه ودي فيري امبورتنت فيري امبورتنت والله شورت مسج يا اخوه. بنتك لما هتتجوز مش عندك في البيت. بنتك عشان تتجوز لازم تيجي المسجد وابنك عشان يتزوج لازم يجي المسجد ولازم يتعرف من المسجد. الهدف من المساجد من وجهة نظري الهدف من المدارس الإسلامية من وجهة نظري إن الأولاد يعرفوا بعض والبنات يعرفوا بعض والأولاد والبنات يعرفوا بعض والرجال والنساء يعرفوا بعض ونعيش مع بعض إن إحنا ناكل مع بعض. مش هدفنا إن إحنا ناكل نحن نجتمع على الطعام والشرب ونتآلف ونضحك مع بعض وده يوسع للتاني وتفضلي أختي عودها الكرسي دي ودي تقول لا تفضلي هنا وده أقول له تفضل أقعد هنا ونخدم بعض ونعيش الحب في الله والترابط مع الله ونعرف الأسر مع بعض. هو ده الإسلام عاوزه. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الايه الجسد الواحد. هو ده اللي احنا عاوزينه يا جماعة. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. المسلم للمسلم كل ده كلام النبي كاليدين تغسل احداهما الايه. لو انت عندك ايد واحدة ما تعرفش تغسل ايد لوحدها ما تسقفش لازم التانية تكون معاها. هو ده الهدف من التجمع بتاعنا النهاردة. احنا مش جايين عشان ناكل رز ولحمة لا مش كده خالص وهو مطلوب برضو يعني ما يزعلش بس خد بالك بس مش هو ده الهدف. احنا جايين عشان نتلاقى
والله العظيم النظر في وجوه الصالحين عبادة. والله النظر في وجوه الصالحين عبادة. أنا المسجد زي صلاة الجمعة تماما ما شاء الله، يعني من أكبر التجمعات، ربنا يتقبل إن شاء الله رب العالمين. وأنا قلت كثيرا هذه الجالية فيها طبيعة غريبة، والله صحيح أنا أجوب على المساجد وأطوفها. رحنا كناتيكت، رحنا بوسطن، رحنا شيكاغو، رحنا ميتشيغن، رحنا نيويورك كثيرا، بنلف نيوجيرسي بالكامل في مجلس الأئمة كل المساجد. والله العظيم من أفضل الجاليات التي رأيتها في حياتي، أسأل الله أن يتقبل منكم. دائما يكثرون عند الفزع، عندما يكون في موقف كل مجتمع إذا قيل لهم هلموا الكل يأتي، يعني ما خيبونا وما يعني أحرجونا أمام الله والأمام الناس. فربنا يتقبل منكم دائما إن شاء الله. يكثرون عند الفزع ويقولون عند الطمع. الشاهد في كلمتها عشان نختم، عاوزين نتجمع دائما على الخير كل سبت أول الساعة 7 من غير ما نعلن، من غير ما نحط على الفيسبوك، من غير ما نقول صلاة الجمعة، معروف ثابت، فضي نفسك، اسمه يوم الجلية. ده يوم الكوميونيتي، ده يوم الليلة الإيمانية، بنصلي ركعتين مع بعض وناكل ونشرب ونتعرف على البعض. وهو ده يا جماعة، احنا في غربة، مش عاوزين نعيش غربة داخل الغربة، خلينا نعمله مجتمع مسلم كبير، نعيش مع بعض ونعرف بعض ونتآلف إن شاء الله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم إن شاء الله. في كلمة أخيرة، نقطة أخيرة لأخونا، وبعدين حنصلي ركعتين مع الشيخ عمر وننزل إن شاء الله ناكل الحلو تحت إن شاء الله. السلام عليكم. Just one last thing. Some of the brothers were asking me, what can we do as citizens here in New Jersey? I don't know if any of you guys know or not, but during over the summer, there was a bill passed within the New Jersey Senate that basically was anti-BDS, anti-Palestinian activism. Something important for us to take from this is Palestinian organizations here actually fought the bill and were able to stop it for a period of time. Currently now within the Senate, there's another bill which basically would take away state funding from schools if they allow students to speak up against Israel and stand for BDS. So I'd just like to ask you guys to keep this bill in mind when you go to vote soon, next year inshallah, and to also make sure that when we as AMP were going to be spreading the news, make sure you contact your elected officials and tell them that you support, you're against the bill.